أما هلأ رح ننتقل للجانب آخر ومعرض لإيجاد فرص العمل، فإعادة إعمار سوريا ربما هي أولويات السوريين بعد سنين من الحرب التي مرت عليها والإرهاب الذي لم يستثني فيها للحجر أو البشر. وأثبت السوري خلال السنوات الماضية من خلال المبادرات والمعارض يلي أقيمت أنه هو شعب يليق في الحياة، أكيد بمشاركة 40 شركة من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية. أيضاً أطلقت شركة مسارات للمعارض والمؤتمرات معرض التوظيف وفرص العمل جوبكس. للوقوف أكثر حول هذا المعرض أكيد معنا السيد أنس الظبيان منظم المعرض. يسعد صباحك وكل عام وانت بخير أستاذ أنس. صباح الخير وكل عام وانت بخير. وانت بخير يا رب. الشعب السوري وقائد الوطن بخير. أستاذ أنس، يعني هالمعرض كتير مهم وإقامته خاصة بظل الظروف يمكن اللي عم نمر فيها اليوم، ما أهمية إقامة معرض جوبكس؟ صراحة موضوع المعارض التوظيفية بكل دول العالم هو أولوية لكل الدول. سوريا كان قبل الأزمة في نشاط كتير كبير للمعارض التوظيفية، إجت الأزمة توقف شوي هذا القطاع ورجعنا نحن نشطنا هذا الموضوع بعام 2011 بالدورة الأولى من معرض التوظيف. أهمية الموضوع هو ربط المجتمع أو ربط الشعب السوري مع الباحثين عن العمل مع الشركات الباحثة عن عمال. اليوم الشركات في عدد كبير من الفرص المتاحة عندها ولكن ما في إمكانية للتشبيك مع طالبي العمل. من هون المنصة، منصة المعرض هي أولوية لهذا الموضوع لحتى يكون في ربط بين الموضوع. طيب خلينا نحكي معك سيد أنس، قديش مهم اليوم تشبيك الشباب السوري في كتير من الخبرات والشهادات والمهارات والقدرات السورية، تشبيكهم مع سوق العمل، تهيئ مثلا طالب الجامعة أو المواطن السوري اللي عم يبحث عن عمل اليوم؟ المشكلة الكبيرة اللي اليوم أي شاب أو صبية سورية بيعانوا منها هي موضوع الخبرات. اليوم الشركات لما بتبحث عن شخص للعمل ما بتبحث عن الشهادة بالدرجة الأولى ولكن بتبحث بمواضيع أخرى، منها الخبرة، منها المواضيع العملية، المهنة اللي بيمتلكها الشخص. المعرض بخلال إقامة المعرض نحن عنا في مجموعة من النشاطات المرافقة للمعرض اللي هي على سبيل المثال في جمعيات أهلية، في جمعيات نشطة بمواضيع التوظيف، بتأهل الشباب، بتخليهم تدخلهم بورشات، بتدخلهم بتدريب ضمن فترة المعرض أو ما بعد المعرض لحتى يكون امتلك الخبرة اللازمة للدخول أو العمل ضمن مؤسسة أو شركة. فهي هذا الموضوع صراحة نحن أولويات عنا بإقامة المعرض الشركات أو المؤسسات الرديفة. تماماً، يعني هي نقطة كتير مهمة مثل ما ذكرت أستاذ أنس، يعني دايماً الشركات بتبحث عن موضوع الخبرة، دايماً يمكن طلاب الجامعة بيكونوا متخرجين من جامعتهم هن متمكنين أكاديمياً لكن بحاجة إلى الخبرة يمكن على مدار سنين يلي بتطلبها بعض الشركات. اليوم من خلال معرضكم قديش بالفعل أنتوا عم تحققوا فرص عمل للعديد من شرائح المجتمع إن كان خريج جامعة أو معهد أو حتى يمكن شهادات يمكن بكالوريا أو حتى السيدة اللي حابة ترجع تعيل أسرتها وتكون فعالة بمجتمعها؟ صراحة هلأ المعرض أكيد هو ما بيأمن فرص 100% لجميع الباحثين عن العمل، المعرض هو خطوة أولى لحتى نحن نقدر نساعد بموضوع مكافحة البطالة. مجموع المتقدمين العام الماضي كان حوالي 10,000 باحث عن عمل ولكن اللي مجموع اللي توظفوا حوالي 1,100 شخص. طبعا هي النسبة كمان عدد مانو قليل. تماما، النسبة لنسبة كان إذا ناخدها كنسبة وتناسب الألف عدد كبير، يعني خلال 3 أيام 1,000 شخص هو عدد كبير ولكن بالمجموع كان نسبة الأشخاص اللي توظفوا 10% تقريبا. هلأ اليوم المعرض اللي احنا عم نشتغل عليه بيستهدف كل الفئات. نحن بداية من العامل، من اليد العاملة، عنا مجموعة شركات باحثة عن عمال. تمام؟ عنا مع جمعيات، هي الجمعيات كمان تهتم بشؤون السيدة اللي حابة تشتغل ببيتها، بالإضافة عنا الخبرات الأكاديمية. يعني اليوم عنا وظائف إدارية، عنا وظائف مهنية، عنا كمان وظائف خاصة، وفي عنا مشروع كتير مهم هو تعاون مع بنك البركة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. طيب خلينا نحكي الشركات اللي كانت مشاركة، شو هي الشركات اللي كانت مشاركة بالمعرض؟
هلا نحن القطاعات الاساسيه اللي كنا عم نستهدفها هي قطاع الاتصالات، عندنا القطاع الغذائي، القطاع الغذائي اللي نحن عم نحكي معامل تغذيه، عندنا شركات نفطيه، شركات نفطيه هي لاول مره بتشارك بمعرض للتوظيف، عندنا شركات الخدمات، شركات الخدمات هي شركات واسعه بيدخل من ضمنها المصارف، التامين، شركات الخدميه، عندنا المؤسسات الغير ربحيه، هي كلها ضمن قطاع الشركات الخدميه. بالاضافه كمان عندنا قطاع الجمعيات، هذا كمان قطاع نشيط كثير ضمن المعرض. يعني اول امبارح تم افتتاح المعرض، كيف كان الاقبال عليه من قبل الزائرين لهالمعرض؟ هلا صراحه من الساعات الاولى للافتتاح كان في ناطرينه، يمكن من سنه لسنه تماما، يعني كان في شباب وصبايا عم ينتظروا الافتتاح حتى يتقدموا بالسيره، السيره الذاتيه الخاصه فيهم. الاقبال من اليوم الاول كان اكثر من رائع. هلا بالنسبه لموضوع الاشخاص اللي زاروا المعرض، يمكن في اشخاص بيظنوا انه هن ما اخذوا فرصه ليتوظفوا ضمن المعرض، ولكن خلال زيارتهم للمعرض، خلال تقديم السيرة الذاتية للشركة عنا أو من خلال تقديمها للجمعيات الموجودة، صار في بنك معلومات. هذا بنك المعلومات حيظل أرشيف كمان لأي شركة تطلب خلينا نقول وظيفة تناسب الكفاءات الموجودة عند الشخص حيتم استدعائه للمقابلة. طيب أستاذ أنس، حكينا تم توظيف في المعرض السابق 1100 شخص، تطمحوا لعدد أكبر يعني بهيدا المعرض؟ صراحة نحن دائماً نبحث عن التوسع بموضوع الفرص الموجودة. نحن مشروعنا انطلق من دمشق، نحن عم ندرس كمان نقل المشروع لمحافظات أخرى. اليوم المشكلة اللي تواجهنا هي قديش نسبة الفرص الموجودة عند الشركات. يعني نحن ما عم نبحث عن شركة فقط للمشاركة، نحن عم نبحث عن شركة وعندها فرص حقيقية تماما. فحسب حجم الطلب بالسوق السورية نحن بيكون حجم الفرص الموجودة عندنا. يمكن في ظروف اليوم استثنائية وصعبة، يعني إقامة هيك معرض بهي الظروف بحالة حرب في سوريا جدا مهم. تماما، يعني مثل ما عم خبرك نحن قبل الأزمة كانوا مواضيع المعارض التوظيف نشيطة جدا. خلال فترة الأزمة اللي شجع على إعادة هاي المعارض هو نقص الكادر البشري، يعني أو ضعف الكادر البشري اللي كان متواجد. صار في بحث عن كفاءات، هاي الكفاءات اللي كنا عم نبحث عنها صار في من خلالها تنمية لهالمشروع هذا. اليوم أستاذ أنس، شو بتحب توجه يمكن كلمة لكل الشباب أو لكل شخص بحاجة للعمل اليوم عم يتابعنا ضمن حلقتنا؟ هلا صراحة هي كلمة وجهتها سابقا وهلأ كمان بدي وجهها للشباب، هو ما يعتمد على الشهادة اللي هو حاصل عليها. يعني اليوم في كتير أشخاص عندهم مناصب هامة جدا، عندهم وظيفة ممتازة، ما كان الاعتماد على الشهادة أو المحصل العلمي، الاهتمام على الخبرة، الاهتمام على آلية تقديم الشخص لنفسه. فاليوم الشخص لما بده يتقدم على الوظيفة في مجموعة أمور لازم يراعيها، منها موضوع السيرة الذاتية، بناء السيرة الذاتية بشكل قوي، أسلوب التقدم للوظيفة، أسلوب الحوار كمان ضمن اللقاء، هذا شيء كثير ضروري. تماما، هذا هي مجموعة عوامل بتساعد لأنه الشخص يلاقي الوظيفة المثالية لإله. في كثير كان نسبة أشخاص تقدموا صراحة بالمعرض بس ما كان عندهم الآلية التقديم أو آلية تقديم نفسهم بشكل صحيح، لهيك نحن وجهناهم على الجمعيات والهيئات الموجودة لتساعدهم أكثر بموضوع بناء السيرة الذاتية بشكل سليم. أنس الظبيان، منظم معرض جبل سيناء، نشكرك على وجودك معنا، نتمنى لكم التوفيق على الجهود الكبيرة اللي عم تقوموا فيها. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك. كل التوفيق لكم.